اهلا بحضراتكم مره تانية بعد فوز طبعا لاعبنا الكبير محمد صلاح بدوري ابطال اوروبا. يمكن كتير مننا شافوا اكتر صوره يمكن لفتت انتباه الناس على السوشيال ميديا، وكانت من قريه كفر الخضرة بالمنوفيه، وكانت طبعا صوره لاسره بسيطه وهي بتتابع ماتش ليفربول في النهائي. بس ورا القصه دي بقى كمان مش بس الصوره الحلوه اللي شفتوها، لا في صور تانية كتير جدا هتشوفوها في صباح الورد. الصور دي لشاب موهوب اسمه كريم عصام، هو بيعشق التصوير لكنه مش بيشتغل بشكل احترافي، لكنه انا اتوقع انه بعد الصور هنتابعها مع حضراتكم النهارده يكون ليه كارير مختلف وطبعا مسار احترافي جدا. قرر يوثق بكاميرته ازاي اهالي القريه كانوا بيتفرجوا على ماتش ليفربول وازاي بيشجعوا كمان محمد صلاح. مش بس ده، لكن انا في تقديري انه قدم صور جديده ومختلفه عن حال القريه والعيشه في القريه، يمكن كتير مننا احيانا بيتغفلها او ما بيقدرش يشوفها بالشكل اللي هو قدمها في الصور اللي هنشوفها مع حضراتكم النهارده في صباح الورد. خلونا نرحب باشهر صوره في رمضان للعائله المصريه وتتفرج على محمد صلاح بكريم. اهلا بك يا كريم منور. اهلا بحضرتك وشكرا لكم جدا يعني على الاستضافه دي. احنا اللي بنشكرك على الصوره الجميله دي، وعايزينك برضو تعرف المشاهدين بيك اكتر، يعني دراستك وبدات موهبه التصوير عندك امتى وبدات تمارسها امتى؟ انا كريم عصام، 26 سنه، من قريه كفر الخضراء البغور المنوفيه، خريج كليه التجاره جامعه بنها 2013. بصور بالظبط بقى لي سنه ونص. سنه ونص. انت اللي علمت نفسك؟ هو انا بحب التصوير من صغري كتوثيق مش اكتر، صور واشيل الصور عندي داتا وكده على الكمبيوتر. لكن اتعرفت على مصور صحفي كده بالصدفه في الشارع مع نهايه 2017. فقلت له انا حابب تصوير الشارع وحابب اجيب كاميرا وكده واتعلم. جبت الكاميرا واتعلمت واعتمدت على نفسي اكتر، اعتمدت على نفسي، بنزل الشارع كتير. بعد كده لقيت بقى صورك على السوشيال، يعني الصوره دي انتشرت في كل حته صح؟ انا اتفاجئت الصراحه، يعني انت كنتش تعرف ان هي انتشرت كده؟ لا انا نزلت الصور على الفيس عادي بوثق لمة الماتش وكده وقفلت النت. بفتح بعدها بشويه لقيت الصور عمال موبايل عمال تك تك شير تك شير تك كنت قافله. دي الصوره. انت بقى عندك البوم صور صح؟ البوم هو صح؟ في كذا صوره. عندي صور كتيره، صور حوالي 300 صوره في اليوم ده. طب عايزين نتكلم على الصوره دي بالذات اللي خطفت العين قوي وكان التعليق عليها هو الاكثر يعني تداولا. هي الصوره ديت يعني الصور دي جت اصلا من غير ترتيب خالص. احنا العادي كنت اسمع الماتش زي كل ماتش نهائي مثلا في وسط البلد في القاهره مش عارف ايه كده، حصل ظروف قلت هسمعه عندنا وسط العيله وكده. صلينا العشاء وبكلم عمي قلت له هتسمع الماتش؟ قال لي ايوه. قلت له خلاص ماشي هسمع معاك الماتش. رحت لقيتهم قاعدين فرشين في الشارع كده، قلت اجيب الكاميرا اخد صوره للمه الجميله ديت. فعجبني الموضوع. ده كان في الشارع، في الشارع قدام البيت بره. الناس دي تعرفهم؟ ايوه اخواتي، اخواتك عمي اصلا واختي ولاد عمي وكده. اوكي يعني دول كمان عيلتك. فرحوا ده انا صورتهم صوره وكده، قعدت اصور بقى كام صوره وهم قاعدين بقى مش واخدين بالهم. خلصت خالص لقيتني صورت حوالي 300 صوره. اوكي. اخترت اربع صور كده عشوائيين من غير ما اخد راي اي حد. اربعه من 300. وعملت ديت على الموبايل بسرعه وحطيت الصور، ما توقعتش انها توصل مصر وتخرج بره مصر. ده في ناس وصحف كتير خدتها في صحفيين من انجلترا كلموني عليها. انت كنت متوقع ده؟ يعني قالوا لك ايه؟ كلموني على انستجرام. قالوا لك عايزين الصوره دي، استاذنوني احط الصور عندهم في ال. طب والله ناس محترمه يعني، شوف بيتر وكده. تلاقي بتوع مصر ما عملوش كده صح؟ انا بقول لك والله شوف يعني كل فيديوهات مصر كل الناس حطوها عندهم محدش خد اذن، يعني بيت ماشي كده عمال منشن كل شويه منشن في كذا حته. بس عندنا استاذ محمد مهدي عضو فريق الاعداد والصحفي المخضرم موقع مصراوي استاذنه. لا استاذنني طبعا في الجول استاذنني. وهو اول حد وصل لك محمد مهدي تقريبا؟ اول حد. اول حد وبعدين راجل محترم وفاهم يعني ايه حقوق الملكيه الفكريه. ده احنا جبناك بنفسك يعني الملكيه الفكريه نفسها قاعده معانا دلوقتي بتاعت الصور. طيب واحنا بنتكلم على كريم عصام، ما قبل الاحتراف وما بعد الاحتراف، انت عندك موضوع التصوير ده بتحبه من وانت صغير وكده كحد هاوي، وبعد كده قابلت صحفي زي ما انت قلت من سنه وجبت كاميرا وتعلمت التصوير. احكي لنا بقى الفرق ما بين قبل وما بين بعد. قبل كان عادي اللي هو صور صوره مش في دماغي اي حاجه، احطها عندي على الكمبيوتر، صوره لاخواتي الصغيرين اجدادي كده، تبقى حاجه للذكرى بعدين. دايما احب اصور نفسي بعمل اي حاجه اوثق، لان الصوره ديت ما بتتوثق بعد مرور الوقت
بتفكرنا بالذكرى يعني اللي حصل فيها الصوره احداثها تفاصيلها وكده، وتبقى لا تقدر بمال، توثيق ولا تقدر فعلا. بمال فعلا دي حقيقه صحيح. يعني. صحيح. فده كان بالنسبه لي التصوير. فلما عرفت ان في حاجه اسمها تصوير شارع ومصورين شارع وصحافه وكده، قلت بقى تتجه، قلت لا خلاص بقى ده كده طريق ان شاء الله. طب احكي لنا ايه اللي اتعلمته بقى يعني بعد ما قعدت مع حد محترف وعلمك؟ هل لقيته بيقول نفس الحاجات اللي انت اوريدي كنت بتعملها وانت بتصور، ولا في حاجات كنت اول مره تاخد بالك لا طبعا منها؟ ما كنتش اعرف خالص يعني. آه. الصوره نفسها عشان تكون ناجحه اه في اساسيات للصوره، قول لنا يكون بقى، مثلا عايزين التكوين نعرف. كويس، اه يكون في بطل للصوره، تكون الصوره بتحكي قصه اصلا عشان تكون ناجحه، ما مش اوكي. اي صوره تكون ناجحه. طب والصور الناجحه، احنا لسه هنتفرج على بقيه صورك، بس انا عايز اسالك سؤال برضو في الصور واحنا بنشوفها دي، انت وانت بتصور اكيد في حاله برضو انت شفتها في وسط الناس دي، وفي ستات كانوا بيتفرجوا برضو يعني، معلش برضو ممكن تكون ثقافتهم الكرويه مش كبيره، لكن عارفين بقى ليفربول اصلا هم عشان صلاح. او ايوه صلاح كله عشان صلاح، الاطفال الصغيرين صلاح. هم ما افهم في يعرفوش الكوره، ما ليفربول اصلا، افهمش في ممكن الكوره. اصلا ما يعرفوش ينطقوا كلمه ليفربول صح. ايوه اصلا يعني انا اختي الصغيره ما تعرفش كلمه ليفربول صح، بس جايبه تيشيرت صلاح وبتحب صلاح، هي اسمها ايمان برضو كذلك، رحمه بنت عمي، حبيبتي. كلهم بيحبوا صلاح. جميل جميل. وانت عمك كمان عنده حكايه مع الكوره. عمي اصلا بيحب الكوره من صغره يعني، هو بيحب الكوره وبيتابع كوره ومدمن كوره. وبعد كده بقى تخيل صلاح بيرفع كاس فرح الشامبيونز طبعا ليج. جدا يعني، هو كان مستني اصلا النهائي ده عشان نتفرج عليه وكده. وفرح برضو، زعل قصدي لما ليفر خسر الدوري قدام مان سيتي وكده، وزعل، عنده شغف كبير جدا. طب كريم، ويعني وانت بتصور الصوره دي، انت شايف ان البيت بسيط والقعده بسيطه يعني، وما فكرتش كده وانت بتصور ان مثلا لا بلاش القعده دي، ابقى اخدها في من زاويه تانية او اخدها في مكان تاني؟ يعني عناصر الصوره اللي انت اتعلمتها اما تيجي تطبقها على الصوره دي هتقول لنا ايه؟ البطل، التكوين زي ما انت قلت. في كذا صوره في كذا صوره مختلفه. حلاوه في صوره حاولت اجيب الاضاءه بس من بعيد كده، اللمبه من ورا من فوق وهم قاعدين والشاشه قدامهم. في صوره حبيت اجيبها لما جماعيه، ايوه اللي هي ديت. الصوره دي مثلا انت استخدمت بتقول عنصر لازم الاضاءه. يكون ليها بطل، ايه البطل في الصوره دي؟ هي الاضاءه فيها اكتر، اضاءه من بعيد وفي اشخاص قاعدين بيتفرجوا على حاجه، هي الشاشه مش باينه كويس، بس من بعيد اضاءه كويسه. الاقوى اللي هي اللمه الجماعيه اللي هي مع بعضهم قاعدين بيتفرجوا، وخدت الكادر في اللحظه اللي صلاح جه فيها على الشاشه عشان التكوين يكمل بعضه. تمام. كان ممكن مثلا يبقى لقطه عاديه مثلا على الشاشه في الوقت ده، بس كده التكوين كمل بعضه. اللقطه ديت عبد الصبور ابن عمي، هو لابس تيشيرت صلاح وعليها كلمه مصر وبيتفرج على التلفزيون، خدت الكادر من بعيد برضه. بنقول دايما ان الصوره بألف كلمه، لما تبص انت كريم على الصوره دي ايه الكلام اللي ممكن تقوله؟ الصوره ديت ديت من وجهه نظري الطفل ده اصلا بيحب يلعب كوره جدا، عبد الصبور، وهداف الدوري عنده في مدرسته في اولى اعدادي، وبياخد جوائز، هو نفسه يوصل لحاجه زي كده. هو قاعد كده على تيشيرت ورا كلمه صلاح وبيتفرج على صلاح، وفي هو كلمه بيتفرج مصر، وقاعد وبيذاكر كمان، وفي كلمه مصر على التيشيرت من ورا. فيها صوره طبعا مبهجه جدا وجميله، ممكن توصلنا مثلا ان الطفل عنده طموح مثلا ان هو في يوم من الايام يبقى زي محمد صلاح، ومش بعيده ممكن تحصل فعلا. انا محمد صلاح هو الثاني برضو، بدا طفل اللي لعب في نادي صغير كبر واحده واحده، هو رفع سقف الطموح بالعكس. طب انا عايز اروح بقى معاك كمان لمشروعك الفني، انت بيسموك مصور القريه، مصورات الريف، مصورات الريف كمان، ومصور القريه عندك، مصور الناس كلها عارفينك ان انت ماشي هو بالكاميرا. هو القريه المصور الوحيد في القريه بس، صح. فانا عايزين بقى نشوف شباب بعض الصور. ايه ده، دي مامتك؟ دي مامتك اللي تفكرنا شويه برضو بحلاوه الريف وجماله وبساطه الناس هناك. الصوره دي قصتها كبيره جدا. قصتها بعد 6 شهور تصوير. كنت لسه اول مره انزل عندنا المنوفيه وكده، كنت عايش في القاهره. فشافوا معايا كاميرا، انت مصور؟ طب صورنا بقى. مامتي اول حد قال لي صورني. قالت لي انا عايزك تصورني كام صوره وتطبعهم لي تبروزهم وتجيبهم لي نحطهم هنا في البيت عندنا، عشان بعد كده عيالك وعيال عيالك يعرفوا ان انا تعبت عشان اربيكم واعلمكم وادخلكم مدارس وكليات كده. بتلقائيه يعني فظيعه. ما ترددتش طبعا يعني. اول صوره كانت يوم العيد الصبح. كان العيد الكبير، كنا هنذبح وكده. قالت لا تعالى صورني الاول. صورتها الصوره. كنت لسه بقى مبتدئ، ما مش بعرف اصور كويس. هي الصوره دي كنت مستخدم فيها الفلاش. فحتى في ناس قالت لي كان الافضل اضاءه طبيعيه وكده، قلت لهم بتعلم فهنعوضها بعدين. صورتها فعلا، طبعت لها الصوره دي كانت الاولانيه. تاني برضو طلبت مني صوره ثانيه، في صوره ثانيه بنوجه لها التحيه. ايوه ديت برضو كذلك صورتها وطبعتها لها وبروزتها لها.
بس انتوا كمان عندنا في البيت، واتضح ان انتوا بيت ريفي لسه اصيل ومتمسك. ايوه عندنا طبعا هي ده جو الكره وباجواء القريه، لانه خد بالك دي برضه بقت نادره يعني مفهوم القريه. انا بتمنى ان احنا نحافظ على التراث ده. بزعل لما حد يبني على الارض زراعيه اصلا جدا بتضايق. نفسي نحافظ على التراث ده. ايه الصوره الحلوه دي بقى؟ انت ليك دور فيه؟ الصوره ديت مش في المنوفيه، الصوره ديت في قريه كفر طحا شبين قناطر اليوبيه، كنت بصور هناك حصاد البلح. حصاد البلح بعمل عنه موضوع. الله. فالصدفه لقيت كده اسره بسيطه برضو، ناس بتطلع الغنم وكده ومعاهم اطفال وكده، رحت قعدت معاهم اتعشت معاهم وصورت كام صوره هناك، دي كانت من ضمن الصور. انت بتسلم الصور دي بعد كده للجورنال او موقع ولا انت؟ لا انا بصور هوايه خالص، صور بخليها عندي ارشيف. الصوره اللي بتعجبني بحطها على الفيس، الناس تشوفها وتستمتع بيها. اشارك في معرض، اشارك في مسابقه وهكذا. ايه بقى دي؟ جدتي خاله بابا اسمها الحاجه حمامه. ايوه. دي عندها حوالي 75 سنه. كل اولادها متوفين. حبيبتي. لحد النهارده هي اللي بتخدم نفسها. الصوره دي قبل رمضان باسبوع بالظبط، رحت الصبح ببص عليها لقيتها بتخبز. فبقول لها بتعملي ايه؟ بتخبز كميات ما شاء الله، يعني بتحب خيرها على الجميع. بدري قلت اخبز النهارده، ولعت الفرن وغبست وعملت العيش. طب انت مش هتعزمنا بقى يا كريم عند الناس؟ تنورونا طبعا والله. عايزين عملت عزومه والله في رمضان، عملت عزومه لكل المصورين. عازم كل المصورين سته بس اللي جولي. بجد؟ طب العزومه دي بقى انت ما صورتهاش؟ اوعى تقول لي صورنا صور جماعيه احنا قاعدين بنفطر وكده. طب ايه موجوده؟ طب ايه الصوره الحلوه دي كمان؟ دي بابا. دي كانت تجهيز العزومه بقى. كانوا بيعملوا وحش التنجان وكده، صورتهم من فوق كده وهم قاعدين بيعملوا العزومه. يا سيدي يا سيدي. ديت بابا. ده قمح صح؟ ده قمح. لو شايف قال لي انت صورت الحاجه بتصورني؟ تو صورت. الله. طب حلو. الصوره حلوه جدا، الصوره حلوه جدا جميله. انا مبسوط، لان زي ما انتوا من الناس القليله لسه اللي بتحاول تحافظ على كل قيم. انا ده جوايا مغروس جوايا، نفسي احافظ على الكلام ده واوثقه. وده بقى نادر، ده بقى نادر خليل للاسف يعني. نفسي احافظ على الكلام ده واوثقه، لان الناس هتفتكرني بيه. ما حدش هيفتكرني بصوره فرح او سيشن او مش عارف عيد ميلاد، لا هيفتكرني بصوره شارع، بصوره بتوصل حاجه تفضل اجيال واجيال تتوارثها. بس ده اللي انا حابب اعمله ويعني اكمل فيه ان شاء الله. طب احنا جايبين لك حاجه من الكواليس كده. احنا بيقولوا ان انت بعد ما صوره صلاح انتشرت بقى خلاص بدات تبقى مصور معروف وصورتك انتشرت، بيقولوا ان انت قفلت الموبايل واختفيت. ليه بقى؟ مش اختفيت، بفتح الموبايل لقيت شير 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 شير. لايكات من شانك. في ايه اللي حصل؟ فرحت اقفل الموبايل؟ ده المفروض قلت ايه اللي حصل؟ طيب في ايه؟ مش فاهم. ما انا فتحته وفتحت اللاب بقى وسبته مفتوح. يعني الموبايل ما كانش مستحمل الصراحه يعني. الصوره الاولانيه جايبه حوالي 1000 شير، انا استغربت. يعني كان الشير اللي فرق معايا كان شير مصور صحفي لسه كاسب جايزه كبيره من يومين اسمه مصطفى درويش. عارفه ده فرق معايا جدا. الشير ده لقيته شير عنده، لقيت الصوره جايبه تفاعل عنده اكتر من عندي. طب كريم يعني انت من وجهه نظرك ايه سر ان الصوره دي بالذات تاخد الشيرز دي كلها؟ بصي، هو العزل الناس المألوف للناس. مثلا لو في ماتش، في صلاح، في كاس افريقيا، الناس بتستنى رد الجماهير من قهاوي وسط البلد، مهندسين مش عارف ايه كده. انا صورت كده السنه اللي فاتت، فانا حبيت اغير السنه دي اجيب حاجه جديده. قلت طب ما انا اصور عندي بيتي، انا اروح بعيد ليه؟ بس ما توقعتش انها توصل بالطريقه ديت. انت عندك مهمه بقى، احنا داخلين على كاس الامم الافريقيه ومستنيين منك صور. كان نفسي اصور كاس الامم الافريقيه. محمد صلاح جاي والله. ليه لا؟ ليه لا؟ ممكن تكون بتتابع اعتقد. كان نفسي كده اكون موجود في الاستاد واصور والله يعني كاس الامم الافريقيه. هو انا بصراحه طبعا بدعو بقى كل المعنيين بالامر ان هم يستغلوا الموهبه اللي معانا دي، وخلاص كاس افريقيا جاي واحنا بنتكلم المواقع الرياضيه، لان طبعا احنا قدامنا كريم. واحلى حاجه انك مش تبقى موجود في السدك، وموجود في القريه، تجيب لنا انت المناظر اللي احنا ما بنشوفهاش هنا في المدينه، وتشوف الناس ازاي بيتعاملوا مع كاس امم افريقيا. نستتوعدنا بمشروع صح؟ إن شاء الله. عشان تطلع معانا تاني ان شاء الله باذن الله. باذن الله صور صور جميله ان شاء الله. كريم، بس مصر تاخد البطوله بس. كريم احنا بنحييك وانت نورتنا، واستمر وانت قد ايه مصور موهوب وعندك احساس وسنس مختلف في الزاويه كمان اللي انت بتاخدها في الصور بتاعتك. يعني صورك كلها فيها دفء، يعني مش سهل اي مصور يعرف يوصله من خلال صور فوتوغرافيه. فانت نورتنا وجود لك في اللي جاي ان شاء الله. واستمر ووثق بقى، بعد كده في كتاب كده مجلد. اللي عايز يشوف صورك يعمل ايه؟ قول للناس اتفرجوا عليها فين؟ على البيج؟ عملت لنفسك صفحه؟ لا انا على الاكونت، كل حاجه على الاكونت. الاكونت بتاعك ما بتفكرش تعمل صفحه باسمك؟ ايوه، كريم عصام بالانجليزي بين قوسين تصوير الشارع حياه. لا احنا عايزك تبقى محترف، فانت هتعمل صفحه فان بيج بقى عليها صور بتاعتك باذن الله.
ان شاء الله. شكرا لكم، نورتنا يا كريم. كريم عصام، كل سنه وانت طيب، شرفتنا، وان شاء الله نكون معاك كمان في كاس امم افريقيا بصور جديده ومختلفه. بشكرك كمان. بشكرك يا حسام، وبشكرك يا كريم، وكل سنه وانت طيب. مشاهدينا احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا، بكره ان شاء الله ساعتين من قبل دلوقتي حلقه جديده من صباح الورد.